أهلا بكم مرة أخرى. تحدثوا أن الضغط ضرب الحجم هو ثابت. إذا زاد الضغط أو إذا زاد الحجم سيقل الضغط، وأتمنى أنك فهمت لماذا. ونفس الشيء إذا زاد ضغط البالون أو الصندوق، وإذا كان لا يوجد فتحة هناك، فإن الضغط سيزداد. لنرى إذا بإمكاننا حل بعض المسائل. لنفرض أن لدينا صندوق أو بالون أو شيء له حجم، وسنسمي هذا الحجم بـ V1، وهو يساوي 50 متر تكعيب. والضغط الأولي B1 يساوي 500 باسكال. وللتذكير، ما هو الباسكال؟ هذا 500 نيوتن لكل متر مكعب. وبعد ذلك نفرض أننا ضغطنا هذا الصندوق أو البالون ليصبح مقداره 20 متر، حجمه بمقدار 20 متر، 20 متر مكعب. إذا ضغطته، إذا الضغط 2 يصبح 20 متر مكعب. ماذا سيكون الضغط الجديد؟ يجب مباشرة أن تكون لديك الفكرة. عند ضغط البالون سيكون الضغط، إذن الضغط 2، الضغط 2. ماذا سيكون الضغط الجديد؟ الضغط 2 مفروض أن يصبح أعلى. عند تقليص الحجم يزداد الضغط، إنها علاقة عكسية، إذن الضغط يزداد. لنرى إذا كان بإمكان حسابه. نعلم أن V1 ضرب B1 يساوي ثابت معين K، وهذا سيساوي، بما أنه لا يوجد تغيير إجمالي في الطاقة، أنا فقط أفترض أننا ضغطنا الوعاء، لا أقول أننا بذلنا شغل أو شيء آخر. نفس الثابت سيساوي الضغط الجديد ضرب الحجم الجديد، إذن سيساوي B2 ضرب V2. لدينا الصيغة العامة الآن، B1 ضرب V1 تساوي B2 ضرب V2. وعلى فرض أنه لا يوجد تغير في الطاقة خارج هذا النظام، في معظم هذه الحالات عندما ترى هذا المثال، هذا هو الضغط الأولي وهو يساوي 500 باسكال ضرب 50 متر تكعيب، لأننا نستخدم نفس الوحدات بسبب المساواة، وهذا سيساوي، ليس بالضرورة أن تساوي عدد معين. على سبيل المثال، نحن لا نعرف كي، على الرغم من أننا يمكن إيجاده طالما نستخدم وحدة واحدة للضغط على هذا الجانب ووحدة واحدة للحجم على هذا الجانب. يجب استخدام نفس الوحدة، ويمكن حل هذا المثال بنفس الشكل. إذا كان لدينا لتر بدلا من متر مكعب، وطالما لدينا لتر هنا، يجب استخدام نفس الوحدات على كلا الجانبين. هنا لدينا 500 باسكال والحجم هو 50 متر تكعيب، وهذا سيساوي الضغط 2 ب2 ضرب الحجم الجديد وهو 20 متر تكعيب، وهذا سيساوي، لنرى ماذا سنفعل، لنقسم الطرفين على 10 لنأخذ 10 من هنا ونقسم الطرفين على 2 ويصبح هذا 250 ضرب 5 يعطينا B2، وB2 ستساوي 1250 باسكال.
تماما كما توقعنا هذا. لنضيف متغير آخر لهذه المعادلة، لنتحدث عن درجة الحرارة كما هو الضغط والحجم وكل المتغيرات الفيزيائية. درجة الحرارة هو أكثر الأشياء مألوفة لديك. درجة الحرارة temperature، كيف تظهر درجة الحرارة؟ إذا كانت درجة الحرارة عالية لشيء هذا يعني أنه ساخن، وإذا كانت منخفضة فهو شيء بارد، وهذا يعطيك فكرة. إن الأجسام الساخنة لها طاقة أعلى، لديها طاقة أعلى، والشمس لها طاقة أكبر من مكعب الجليد. هذا واضح تماما. وأيضا من له طاقة أكبر؟ فنجان شاي حرارته 100 درجة، أو برميل الشاي حرارته 100 درجة. فنجان شاي أم برميل شاي حرارته 100 درجة؟ يجب أن يكونا متكافئين، أعتقد هذا، حتى لو كان لهما نفس الحرارة. بما أنهما ساخنان ب100 درجة، كلاهما يغليان، فإن البرميل بما أنه يحمل كمية أكبر ستكون طاقته أكبر. كلاهما متساويان بالحرارة لكن الجزيئات أكثر، وهذه هي الحرارة. الحرارة هي مقياس تقريباً. تساوي ثابت معين ضرب الطاقة الحركية، أو متوسط الطاقة الحركية لكل جزيء. وبالتالي إنها الطاقة الحركية لنظام مقسوما على العدد الكلي للجزيئات. بطريقة أخرى، درجة الحرارة هي الطاقة لكل جزيء. شيء مع الكثير من الجزيئات حيث أن هو عدد الجزيئات. بطريقة أخرى، أن الطاقة الحركية للنظام ستساوي عدد الجزيئات ضرب درجة الحرارة، وهذا ثابت. إذن هي ضرب 1/كي، لا نعلم ما هو بالضبط، هو ثابت. بالتالي فإن الطاقة الحركية للنظام تساوي ثابت ضرب عدد الجزيئات ضرب درجة الحرارة. لا نعلم ما هو هذا لكن سنجده لاحقا، وهذا مفهوم آخر مثير للاهتمام. قلنا الضغط ضرب الحجم يتناسب مع الطاقة الحركية للنظام. النظام بأكمله إذا كنت تأخذ كل الجزيئات وتضيف طاقتها الحركية، وهذا نفس الشيء. يمكن أن أضع ثابت آخر ونعلم أن الطاقة الحركية للنظام، تساوي ثابت آخر ضرب عدد الجزيئات ضرب درجة الحرارة ضرب عدد الجزيئات إن ضرب درجة الحرارة. إذا فكرت بها ستجد أن هذه متناسبة مع هذه. يمكن القول الآن أن الضغط ضرب الحجم متناسب،
متناسب مع عدد الجزيئات، وسنجد هذا ثابت المحدد لاحقا، لكن يمكن القول الضغط ضرب الحجم متناسب مع عدد الجزيئات ضرب درجة الحرارة، وقلنا أن درجة الحرارة هي الطاقة لكل جزيء. بطريقة أخرى، هذا الثابت هو ثابت وهو حسب التعريف، وعدد الجزيئات هو ثابت. الضغط ضرب الحجم على درجة الحرارة سيكون عدد معين ضرب عدد الجزيئات، ويمكن القول أنه ثابت آخر مثلا كي 4. هذا شيء مثير للتفكير به. الضغط في الحجم يساوي الضغط في الحجم. الآن أضفنا درجة الحرارة للمعادلة. حسنا، B1 ضرب V1 على درجة الحرارة 1 تساوي B2 ضرب V2 على T2. هل هذا منطقي؟ ماذا يحدث لو كان لدينا صندوق آخر؟ ولدينا الجزيئات كالعادة تتحرك في أنحاء المكان، لدي حجم معين وضغط معين. ماذا يحدث عندما ترتفع درجة الحرارة؟ ماذا أقول؟ أقول أن متوسط الطاقة الحركية لكل جزيء تزداد، إذن سترتد عن الجدار بشكل أكبر، وإذا ارتدت بشكل أكبر عن الجدار فإن الضغط سيزداد. على افتراض أن الحجم يبقى محدد أو لا يتغير. طريقة أخرى للتفكير بهذا، لنفرض أن درجة الحرارة ارتفعت والضغط بقي ثابت، ما الذي يجب عمله؟ قلت أنه إذا كانت ارتفعت درجة الحرارة فإن متوسط الطاقة الحركية لكل جزيء ترتد وتتحرك أكثر، ولجعلها ترتد ضد الجدار كما العادة يجب زيادة الحجم. وإذا أبقينا الضغط ثابت فإن الطريقة الوحيدة لعمل هذا هو زيادة الحجم بينما تزداد درجة الحرارة. لتتذكر هذه، وسوف نستخدمها في الفيديو التالي لحل بعض المسائل النموذجية. أراكم قريبا، إلى اللقاء.